أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بعد غد الاثنين، وهي ثاني أكبر محطة من حيث قطر التلسكوبات الرصد الموجودة في العالم. يأتي هذا التعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية في القاهرة، وتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومراصد الفلك القومية بالصين، والتي بدأت بتوقيع اتفاقية للتعاون الثنائي في مايو عام 2017 بغرض المشاركة في رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة في الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. برحب بك يا دكتور، ولو تكلمنا عن أهمية هذا التعاون وأيضا إنشاء هذه المحطة وأهميتها، وهيكون عملها إيه الفترة المقبلة ومهامها؟ أولا مساء الخير على حضرتك كل المشاهدين، وأتمنى للجميع ليلة سعيدة. احنا طبعا عارفين في الأونة الأخيرة في يعني كثافة عددية وكمية في برامج الفضاء واستكشاف الفضاء وغزو الفضاء. نعم. وأيضا نتيجة هذا العدد الهائل من برامج الفضائية هناك حوادث الفضاء. إذن أصبح عندنا مهمتين. المهمة الأولانية أن احنا نرصد الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية العاملة في برامج الفضاء المختلفة، والمهمة الثانية أن احنا نرصد نتيجة تلك الحوادث عن هذه البرامج اللي بتطلق عليها الحطام الفضائي. إذن في المهمتين دول. المعهد طبعا يمكن بدأنا من سنة 1959 مع إطلاق أول مركبة فضائية الاتحاد السوفيتي، وكان الأشهر رائد فضاء يوري جاجارين كان بدأ الرصد البصري في المعهد. تحولنا بعد ذلك للليزر، وكان عندنا محطة أوتوماتيك من سنة 81، لكن طبعا مع تحديث التكنولوجيات وبرامج الحاسبات أصبح هناك طبعا لزاما التعاون مع كل المؤسسات الدولية العاملة في نطاق الأرصاد، أرصاد الفلكية وأبحاث الفضاء، واللي كان على رأسها مراصد الصين الفلكية. تم الاتفاق معهم ان احنا عندنا محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض، سواء رصد بصري أو بالليزر. الهدف وأهداف مش لينا بس لوحدنا، لكل المراصد على مستوى العالم، أن يتم استمرار متابعة ورصد الأجسام الفضائية لاكتشاف الفضاء للمساعدة في عملية المناورات، وأن الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية تبقى في مدارتها أكبر فترة ممكنة من عملية حسابات المدارية ومتابعتها. والجزء المهم أن احنا نراقب السماء بحيث أي حوادث فضاء، أي سقوط غير متحكم فيه، أو بالإنجليزي يعني uncontrolled، زي يمكن في الأونة الأخيرة سمعنا عن عدد من الصواريخ اللي سقطت على الأرض أثناء عودتها من الفضاء. ده مهم جدا لحماية اليابسة وحماية البشر من تلك الحوادث، والأهم حماية البرامج العاملة في الفضاء من أي حادثة لا قدر الله. احنا متخيلين لو في قمر صناعي بيسبح في مدار في الفضاء واصطدم بشظية من الحطام الفضائي، ده ممكن ينتهي ويخسر الجهة المشغلة ليه ملايين الدولارات، ودي طبعا ميزانيات كبيرة. ده يمكن أحد أهم الرصد بشكل عام، ورصد المحطة اللي تم إنشائها. نعم. يوم الاثنين القادم إن شاء الله. دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بشكرك شكرا جزيلا.